السلام ومرحبا بكم الناس كل في قناتنا عمر فلوق. تفاجأ روسيا بالعدد الكبير والضخم بمرضى فيروس كورونا بسبب تأخيرهم في الحجر الصحي. شوفوا معنا الروبورتاج وإن شاء الله يعجبكم، وما تنسوش باش تدعمونا لايك وبارتاج وكومنتارات، وكومنتاراتكم تعاوننا برشا، واللي مش عامل سبسكرايب يعمل لنا سبسكرايب باش ديما يوصلوا جديد متاعنا، وكتشجيع باش نزيدوا نخدموا أكثر ونوريكم برشا. سيارات إسعاف في العاصمة الروسية موسكو على مد النظر، عشرات المقاطع المصورة لا يشاهد فيها إلا سيارات الإسعاف المكدسة في الشوارع وأمام المشافي. أما الكارثة فتأتي من أن السيارات تحمل أشخاصا أصيبوا بفيروس كورونا وقرر ذووهم التوجه بهم إلى المشافي، وهو على عكس بقية دول العالم التي كانت حكوماتها تنقل المصابين إلى المشافي بعد إجراء فحوصات واختبارات كورونا. ما قد يعني وفق مصادر أن المدن الروسية في طريقها لإعلان انفجار حقيقي بالفيروس التاجي. قبل أيام وأسابيع كانت الحكومة الروسية تصر على أن وضع كورونا في بلادها تحت السيطرة، وخرج فلاديمير بوتين بجولات استعراضية واستثمر تفشي كورونا في إيطاليا وإسبانيا سياسيا في محاولة لشق صف الاتحاد الأوروبي، وأرسل عشرات الأطنان من المواد الطبية. واليوم يتفاجأ الكرملين بعدد الإصابات الكبير ويعلن أن الوضع شديد الخطورة نظرا للتدفق الضخم لمصابي كورونا والضغط الهائل الذي لم تعد مشافي موسكو قادرة على احتماله. انهيار مشافي موسكو والمنظومة الصحية يأتي بعد تجاوز عدد إصابات كورونا في عموم البلاد 15,000 شخص ووفاة 130، فيما تأتي الكارثة من دخول روسيا أولى درجات ذروة الوباء بتسجيل 1,700 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وهو ما دفع وسائل إعلام الروسية للتساؤل عن مشهد المشافي وحال ملايين المدنيين إذا وصل تفشي الفيروس لذروته كتلك الأرقام الواردة من أوروبا أو حتى أمريكا، والحديث هنا عن 3,000 أو 4,000 إصابة باليوم. مصادر روسية معارضة عزت حال المشافي والتخبط الحاصل لحجم الاستهتار الذي تعامل معه بوتين ونظامه، لا سيما فيما يخص إعلان حجر صحي كيفي للمدنيين، ثم تبديد احتياط المعدات الطبية الروسية بما فيه من كوادر وأطباء لتحقيق مكاسب سياسية لصالح بوتين. وهنا طالب ناشطون روس على مواقع التواصل بإعادة 1,000 الأطنان الطبية والأقنعة الواقية بما فيها أجهزة الإنعاش لحاجة الشعب الروسي الماسة لها في هذا الوقت، خصوصا أن أعداد إصابات كورونا المتسارع في روسيا حاليا يعتمد على حالة المصابين الفعلية وليس لفحوصات واختبارات استباقية، ما قد يعني أن أعداد الإصابات الفعلي في روسيا يتجاوز 10,000 وربما 100,000. Вот здесь все заканчивалось. Сейчас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четвертая, 35-я, 45-я, 48-я, 35-я, 48-я. Да, все, хорошо.